السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نخدم معكم فيه درس القرنفلة. أنا عارفة بلي هاد الدرس هذا قديم ومخدوم من شحال هذا، ولكن بغيت نتشاركه معكم بالطريقة ديالي. المهم كنتمنى أن الشرح يكون واضح، وأي تساؤل خليه لي في التعاليق. أول حاجة كنتبتو الخيط في التوب، ومن بعد غادي نجي وندير هاد الغرزة هذه. فهنا هاد الحرير هذا على ثلاثة ديال الشعرات. الآن غنرجع في هاد الغرزة هذه وغادي نلوي الخيط على الإبرة. واحد، اثنان، لاحظوا معايا، ثلاثة. ثلاثة ديال الدورات اللي تديروهم على الإبرة. هاد الإبرة هذه الرقم ديالها خمسة، هي البرة ديال الراندا باش كنخدم. ممكن اللي كيفضلوا انهم يخدموا بالرقم 6، ولكن في الدرس انا كنفضل رقم 5. الان غادي نرجع الخيط الفوق، وغادي نرجع في هاد الغرزه هذه اللي خدمت فيها هذوك ثلاثه اللويات، كنرجع فيها وكنحاول انني ندير غرزه واحده اخرى بحال كتغلفي هاد الدرس ديال الواحد. والان غادي نرجع الخيط الفوق ونمشي للتوب باش نخدم غرزه في التوب. تنجر الخيط بهذا الشكل، ودابا نهبط الخيط الاسفل ونرجع نخدم في هذه الغرزه اللي يلاه درتها. واحد، اثنان، ثلاثه ديال اللفات على الابره، وغادي نجر الابره بهذا الشكل هذا باش تعطيني الدرس الثاني ديال الواحد. ودابا غادي نهبط الخيط لتحت ونمشي لهذا الراس هذا ديال الدرس الاولاني اللي خدمت، وغادي نجر الخيط بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا غادي نحاولوا ان احنا نديروا واحد، فكنديروا هاد القوس هذا ولا هاد النصف دائره. المهم كتكون المسافه قريبه. ودابا غادي نرجع نحبك حبكه في قلب حبكه، فغادي ندير الخيط في هاد الاتجاه هذا ونرجع تحت من هاد القوس، كندخل الابره وكنجر الخيط باش تعطيني اول حبكه. الان لاحظوا معايا كيفاش غنديروا حبكه في قلب حبكه. فغادي نرجع الخيط لتحت ونرجع في هاد الحبكه اللي انا يلاه درتها، ونرجع في هاد الغرزه هذه بالضبط، وندخل الابره ونجرها بهاد الشكل. هذه هي حبكه في قلب حبكه، كتعطينا في الاخر هاد الخدمه هذه. دابا غادي نرجع اسفل هاد القوس اللي كنا خدمناه، وغادي ندير ثاني حبكه، وغادي نرجع نخدم فيها وحده اخرى. لاحظوا معايا الخيط لتحت، وكترجعي في هاد النقطه هذه بالضبط وتجري الخيط. ودابا غادي نجر الخيط بهذا الشكل. هذه هي ثاني حبكه درناها. ودابا غادي نرجع نخدم اسفل هذاك القوس باش ندير ثالث حبكه. نرجع الخيط لتحت ونعاود نخدم في هذيك ثالث حبكه باش تجينا الحجم ديالها كبير ونخدموها مزيان. المهم غادي نجر دابا الخيط، والان غادي نهبط الخيط لتحت ونرجع نخدم اسفل هذا القوس هذا اللي خدمته معاكم في الاول. فكتجري الخيط باش تعطيك الحبكه الرابعه. نهبط الخيط لتحت ونرجع في هذيك النقطه اللي يلاه درت فيها، في هذيك رابع حبكه كنرجع نعاود ندير فيها حبكه واحده اخرى. المهم هاد الدرس هذا ديال القرنفله هو درس ساهل بزاف وبسيط بزاف، ممكن انكم تستعملوه خاصه في الجلالب اللي كيكونوا خفاف. المهم دابا انا طلعت الخيط الفوق ورجعت في هذيك الدرس الاولاني ديال الواحد اللي خدمته، كنرجع فيه في الراس ديالو تندير غرزه ماشي حبكه. كنجر الخيط ونحاول انني ما نزيرش بزاف. ودابا غادي نرجع مره واحده اخرى الخيط الفوق ونمشي ما بين هاد جوج ضربات اللي عندي في التوب. لاحظوا معايا هادي وهادي في الوسط ديالهم، ما بين هاد جوج هادو في هذيك الغرزه الوسطانيه هادي، فكندخل فيها الابره وكندير وتنديروا غرزه. المهم هذا هو الدرس ديال القرنفله. دابا غادي نرجع الخيط الفوق ونمشي للتوب، ندير هاد الغرزه هادي، ودابا غنخدم فيها حبكه. كتهبطي الخيط لتحت
وتتخدمي في هذا المكان وديري حبكة ودابا غادي نرجعوا للثوب. لاحظوا معايا وغادي ندير غرزة والآن هبط الخيط لتحت ونرجع في هاد الغرزة هذه وندور الخيط على الإبرة ثلاثة ديال المرات أو جوج ديال المرات على حسب نتوما واش بغيتو الدرس يكون كبير أو صغير. المهم أنا فضلت على ثلاثة حيت أصلا الدرس هو كامل صغير. المهم دابا رجعت فيها بغرزة طلعت الخيط الفوق ورجعت للثوب باش ندير غرزة. الآن غادي نخدم تاني درس ديال الواحد فكترجعي في هاد الغرزة هادي وكتلوي ثلاثة المرات الخيط على الإبرة وكنجر الخيط بهاد الشكل باش يتكون عندي هاد تاني درس ديال الواحد. دابا غادي نهبط الخيط لتحت ونرجع في هاد الراس وغادي ندير واحد القوس كيف ما درنا سابقا. فهاد القوس هذا كيكون صغير ما كبيرش بزاف. ودابا غادي نرجع الخيط بهذا الشكل وغادي نمشي لهاد البلاصه فين كملت هذوك الربعه ديال الحبكات ودرت الغرزه تما فين كتدخلوا الابره باش تجمعوا ما بين الدرس الاول والدرس الثاني وديروا غرزه وحده. دابا غادي نهبط الخيط لتحت لاحظوا معايا مزيان وغنمشي نخدم اسفل هذاك القوس اللي خدمنا فيه اللي كيف ما خدمنا في الاول. المهم دابا درت هذه الحبكه الاولى رجع نهبط الخيط لتحت ونخدم في هاد الحبكه الاولى ندير في قلبها حبكه واحده اخرى. الان عندي اول حبكه نهبط الخيط لتحت وندير ثاني حبكه لاحظوا معايا مزيان ونرجع نخدم في قلبها حبكه واحده اخرى. كتجري الخيط. دابا غادي نرجع نخدم اسفل هذاك القوس وندير ثالث حبكه في قلبها حبكه واحده اخرى. ودابا كالعاده غادي ندير رابع حبكه اسفل القوس وديري في قلبها حبكه واحده اخرى باش تعطيك الرابعه. دابا من بعد ما كملت ربعه ديال الحبكات غادي نطلع الخيط الفوق غنمشي للراس ديال الدرس ديال الواحد الاول اللي انا خدمت معاكم وتديري غرزه لاحظوا معايا. ودابا غنمشي نخدم ما بين هاد جوج ديال الضربات اللي كاينين في الثوب ما بين هادي وهادي تتخدمي في الوسط ديالهم وديري غرزه. دابا غادي نمشيو نخدمو في الثوب غرزه وحده نرجع نخدم فيه نهبط الخيط لتحت باش نخدم فيها حبكة وتجيني الحجم ديالها شوية مرتفع. الآن غادي نخدم في الثوب غرزة وغادي نرجع نخدم فيها الدرس ديال الواحد. كتلوي الخيط ثلاثة ديال المرات على الإبرة وكتجر الإبرة بهذا الشكل ونرجع فيها بغرزة كالعادة. ودابا درنا غرزة في الثوب وغادي نرجع ندير الدرس ديال الواحد الثاني ثاني درس وغادي نرجع لهذاك الدرس الاول الراس ديالو وندير هاد القوس هذا لاحظوا معايا مزيان. ودابا غادي نمشي ما بين هذوك ربعه ديال الحبكات والغرزه اللي كنت خدمت في هذيك النقطه بالضبط كندخل الابره باش ندير غرزه واحده اخرى اللي غتجمع ما بين هاد الدرس الثاني والدرس الثالث. المهم في هاد الدرس هذا ديال القرنفله ممكن ماشي ضروري تخدموه مباشره فوق الثوب، ممكن انكم ديروا قاعده اي قاعده بغيتوها
مو هي ممكن ديروا غير غرازي عاديين وتخدموا فوق منهم هذا الدرس هذا ديال القرنفله، فهو درس بسيط ومناسب للجلالب والقفاط اللي تيكونوا خفاف. المهم شكرا لاي واحد شاف هذا الفيديو هذا، شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم، التعاليق ديالكم زوين.